ونتجه الآن إلى لاعبين بعد المباراة كان لهم حديث عن مباراة الكلاسيكو. دراسه بس يعني اصحابنا هذول يلعبون في المنتخب وانه نشوفهم يعني هذه الحاجه تكفي يعني ما يحتاج دراسه. ابو بدر كيف اجى مرر الكره جول من بعيد؟ ابو بدر كره صعبه دي اتوقع انها صعبه شوي. صعبه من الحائط ولا اصلا؟ صعبه من الرده كره قويه ما شاء الله. لما انت ضايع يسجل فيك وهذا اللي صار معانا اليوم في المباراه. الشوط الاول زي ما انت شايف يعني يمكن فرصتين او ثلاثه محققه ضاعت. بداية الشوط الثاني جات فينا هدفين ما ادري ضربة جزاء صحيحة ما هي صحيحة ما ادري عن بشر لكن الحمد لله على كل حال اليوم يعني المباراة كانت حلوة صراحة بالعكس والله بالعكس واحد المباراة زي دي يستمتع يكون يلعبوا مستمتع بالعكس ما في شد وحاجة. الشوط الأول كنا قاصدين وكنا يعني ناويين ننهيها من البداية يعني مع احترام فريق الاتحادي بس تعرف الأرضية خذلتنا شوي والجو كان مكتوم شوي فهذا اللي خذلنا بالشوط الأول وتعودنا على الجو الشوط الثاني الحمد لله ربي وفقنا وفزنا. انه نلعب على الاطراف والحمد لله ربي وفقنا على الاطراف وسجلنا هدفين. والله شوف المشاكل هي فريق عنده مشاكل كل الفرق عنده مشاكل بالنسبه للاتحاد ان شاء الله ما في مشاكل ان شاء الله باذن الله. انا صراحه احب اشكر شخصين يعني اشكرهم من كل قلبي يعني صراحه او ثلاثه اشخاص اللي هو الاستاذ عادل جمجوم احمد محتسب دكتور منصور اليامي صراحه كلنا مع بعض كلنا مجموعه قاعدين نحل المشاكل حلينا امور بسيطه ان شاء الله والباقي باذن الله هتنحل. ونادي الاتحاد كبير برجال بجماهير بعضها شرفه ان شاء الله الكل ان نرجع لوضعنا الطبيعي. نادي الاتحاد اليوم نقدم مباراه جيده وان شاء الله باذن الله مباراه الاتفاق وعندنا فرصه ان نرجع. الطموح كبير بس ان شاء الله المرحله القادمه تكون افضل ان شاء الله. اول فاول لنا كان في الدقيقه الاولى يعني حسيت بشيء في العضله الخلفيه وكملت عليها الشوط الاول لكن بين الشوطين المدرب فضل اني اطلع برا المباراه خوف من يعني تتفاقم ونتصير اقوى وبكره ان شاء الله عندي موعد كشف وتبين ان شاء الله من خلالها وش النوع. اول شيء خالد شرحيلي قدم مباراه كبيره صراحه وفرض نفسه وظهر بشكل خلى الكل يصفق له لكن في النهايه حارس المرمى يؤدي واجباته مثل ما لعيبه الفريق كاملين يعني يؤدون واجباتهم ايضا. اليوم خالد كان نجم ويمكن كان الأفضل في المباراة للأمانة هذا تحسب للإدارة الهلالية وتحسب أيضا اللعيبة نفسهم يعني قدروا الحمد لله أنهم يعون يعني موضوع أنه لا زال أمامنا مشاركات وأنه الخروج من البطولة الآسيوية مو بنهاية الدنيا. الهلال رجع بعد الآسيوية بشكل أقوى هذا ندل على شيء دل على الهلال كبير يعني. قبل أن نغلق الحديث عن المباراة بسأل حمد عن صديق حامد البلوي يمكن ظهور الفريق في هذه المباراة بهذا الشكل الجيد قد يساعد حامد بأنه أيضا يقوم بعمله بشكل جيد في الفترة القادمة وبالمناسبة يعني هو رجل يعني محترم ويستحق التقدير حقيقة في على مستوى التعامل الشخصي على الأقل. تفضل حمد. بكل تأكيد حامد عنده تجربة وتجربة ناجحة مع الفريق وعودته يعني أنا أعتقد أنه فيها إضافة إيجابية للفريق. أن النادي في الفترة هذه يحتاج أصحاب الخبرة بشكل أكيد. نعم. حامد يعني محب للنادي وعاشق للاتحاد ومن أبناء النادي اللي قدمه في الفترات الأخيرة. نعم. شاتي أنا مجروح فيه لأنه إحنا كنا مع بعض فترات طويلة نتمنى له التوفيق لأنه صراحة يستاهل كل تقدير واحترام. أنا بس برجع لموضوع نجومية المباراة عادل. نعم. انا اعتقد اليوم انا بالنسبه لي اذا تسمح لي انا شفت في اربع نجوم في المباراه. نعم. الجمهور صراحه اليوم كان ابداع وروعه وكان تفاعل رائع صراحه من الجماهير وضح فعلا انه جده بحاجه الى استاد كبير. اليوم 25,000 انا اعتقد انه لو في عندنا استاد اكبر في جده واحنا بنتكلم في مكه صحيح تتخيل انت في مسافه جده كبيره. انا اعتقد انه ممكن ناخذ نوصل الى 35,000 و40,000 متى ان شاء الله ما توفرت الامكانيات. نعم. صحيح. بشكل جيد. صحيح. طبعا خالد شراحيلي كان نجم صراحه وانقذ كرات عديده كان موفق وتركيزه عالي بشكل كبير. نعم. فهد الملا تقدم مباراه جيده جدا
النجم واضح انه امامه مستقبل جيد. طيب. اتمنى انه يسقل بشكل جيد. الاخير بالنسبه لي واحد من اهم الاشياء كان معلق المباراه صراحه قدم تعليق جدا رائع متوازن، انا صراحه استمتعت اليوم معاه وانا بتابع المباراه. طيب. قدم صراحه شيء جيد اعتقد عبد الله الغامدي. اذا من طيب عبد الله الغامدي صحيح زميلنا المجتهد والمبدع نجم المباراه من برايك؟ والله ذكرني بالمعلق استاذ حمد صراحه، معلق مباراة اليوم يعني بصراحة احنا ملينا في الفترات السابقة يعني من يعني المبالغات الألفاظ الزايدة، اليوم المعلق كان على مستوى الحدث صحيح. كان حاضر بتجلي ممتاز الحقيقة أمتعنا، في أسماء كويسة بس حملوهم شوي. لا لا على ما قال أكرم صالح الله يغفر له يقول ليس كل من صف الصواني حلواني طيب. وليس كل من تمسك الميكروفون لكن معلق اليوم صحيح. صراحة يحسب إضافة لله طيب. لكن بصفة عامة اللي ذكره محمد وأنا أضيف لهم أنه منقان اليوم كان يعني كان حاضر كان فعالي. طيب عموما نغلق ملف المباراة ونشوف الترتيب بعد نهاية مباريات اليوم، هي المباريات طبعا كانت مؤجلة، خلينا نشوف كيف أصبح الترتيب بعد نهاية المباريات اليوم. الهلال في الصدارة ب 35 نقطة بفارق مباراة عن الفتح الذي يأتي وصيفا في المركز الثاني ب 33 نقطة، الشباب في المركز الثالث ب 29 نقطة، النصر في المركز الرابع ب 24 نقطة أيضا وتنقص المباراة. الاتفاق في المركز الخامس ب 24 نقطة، ثم الاتحاد في المركز السادس ب 20 نقطة، نجران في المركز السابع ب 19 نقطة، الأهلي في المركز الثامن ب 18 نقطة وب 12 مباراة. في المركز التاسع الرائد ب 17 نقطة، الفيصلي في المركز العاشر 13 نقطة، التعاون في المركز الحادي عشر ب 12 نقطة، الشعلة في المركز الثاني عشر ب 11 نقطة. هجر في المركز الثالث عشر بثماني نقاط، والوحدة أخيرا بنقطتين. بعد الفاصل نعود لنتابع الجزء الثالث من والأخير من الملعب وفيه. ماذا قالت جماهير الرائد والأهلي بعد التعادل؟ وأيضا جماهير النصر تتحدث بعد المباراة وتنتقد الحكم.